نعم حدثته والحمد لله بطاقة حدثناها نحن والعائلة. ايش شفت الإقبال على التحديث؟ يعني والله الإقبال زين والله، يعني أغلبية العالم تقريبا حدثت البطاقة على مود ينتخبون الرجل الزين على مود البلد هذا. اي والله الان بلا ايجابي وان شاء الله زينه وان شاء الله مصالح البلد. ايش توجه رساله؟ ايش توجه رساله لبقيه المواطنين؟ والله نوجه رساله بان يحثون البطاقه مالهم حتى ينتخبون رجل اللي يخدم هذا البلد. اريد ان ادم نوادي يمسك هذا البلد. اي والله بزعنا من هال كل من تنتخبه يقول علي اني واني وراها شو ما حتى ما اشوفه. حدثنا البطاقه مالنا مركز مشاهد هنا يعني من الملعب. والله الإقبال المواطنين ضعيف لأن ما فقدنا الأمل على ننتخبهم. ننتخبهم ما نشوف إلا وقت الانتخابات. هسا يطلعون على الشارع يفترون يدورون أصوات. يعني انتخبناهم وين صاروا ما نعرف. والله أوجه رسالة إنه يطلعون ينتخبون، يطلعون ينتخبون للرجل الصالح في يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. لازم نشارك، لازم نسوي تغيير. حدثنا البطاقة الإلكترونية وإن شاء الله، بس الشيء الوحيد اللي نريده المواطن فقد الثقة باللي راح ننتخبه، لأن بس بوقت الانتخابات يبين، من بعدها يختفي. زين أنا كمواطن إيش راح أثق به لمن راح يرجع يقول تعال انتخبني أو من هالشغلات هذه؟ فأريد واحد مخلص يجي يخدم هذا البلد. ما أريد يجي واحد بس في الانتخابات انتخبوني راح أسويكم فلان شيء وبعد الانتخابات انتهى ما يبين. الشفاء والله الإقبال زين، العالم عتجي تحدث، بس المواطن ايش يريد؟ يريد واحد اللي يخدمه، اللي يمثله ببغداد، اللي يمثله مدينة الموصل، يدافع عن حقوق الموصل. حقوق الموصل المسلوبة وين؟ المدخرة مال الرواتب ما انطوها، الأعمار مال الموصل لحد الآن متوقف، التعويضات لحد الآن موقف، خطية العالم بيوتهم متضررة، التعويضات وينها؟ المستشفيات وينها؟ هاي المنظمات خلاص الله عليها تنطوها توزع تمام؟ هذه الشغلات كانت تاكلها على حكومة بغداد. المواطن النواب اللي ببغداد يتحركون، نواب الموصل يتحركون على مدينة الموصل، على مدينتهم 30-32 نائب بمحافظة بغداد يجون هنا على مدينتهم. ايش وجه رسالة لأصدقائك للمواطنين؟ والله أوجه رسالة لأصدقائي أني أحدثهم بطاقة الناخب، وهذا مستقبل مدينة الموصل. إذا ما أنا وأنت والأخ والأخ ما حد ترى، ما حد اذا ما انا وانت اللاق نقف ونحدث بطاقات وننتخب الرجل المناسب في المكان المناسب. والله زين ان شاء الله تكون بالصوره الصحيحه والمرضيه للمواطنين يعني كافه. لا اسهل من قبل بكثير يعني، واكو تجاوب واكو تعاون مسؤولين وعاملين بهالامور. والله ان شاء الله يشاركون الجميع ويطلعون بنتيجه مرضيه لكافه شرائح المجتمع حتى تكون الصوره واضحه للجميع ويطلعون مثل ما يقول بنهضه جديده وتقدم مزدهر للبلد جميعا.